سلام، فيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت شانل بيطل عليكم. اليوم رح نتعلم كيفية صناعة لوحة المينيون. كل اللي بحاجة له انا اوراق باللون الاخضر الازرق، درجتين من لون الازرق الفاتح والاغمق، اللون الاصفر، بحاجة لاربع كراتين دوائر سوداء، اثنين بيضاء واثنين سوداء كبيرة، بحاجة لكرتوني سوداء عادية مستطيلة، قلم رصاص، قلم فتر، جلو ومقص. نبدأ عملنا ببسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدي أخذ الكرتون الورقتين هولي، الأزرق الفاتح والأخضر. الأخضر حتكون القاعدة لوحتي. اللون الأزرق رح جيب المقص وقصه بشكل متعرج. بجيب الجلو وبوضعه على الورقة. ثبته من أعلى الورق. طبق الأطراف منيح على بعضها وبثبت ليصير عندي السماء والحشيش. أضعها جانبا وبجيب اللونين الأزرق والأصفر. أولا اللون الأصفر رح اتنيها بالوسط مقص، منقص نص الورقة فقط ومن الأعلى رح اكسر الزوايا. شو يعني اكسر الزوايا؟ يعني ما يبطلوا مروسين حادين، يكونوا مبرومين. هيدي حادة، هاي حتكون منحنية من طرفها. نفس الشيء للجهة الأخرى. رح جيب الورقة الزرقاء نفس الطريقة، رح اتنيها كمان. رح اخذ فقط نصف الورقة حط جلو على كمان نصفه والجزء الثاني منه رح قصه لاستخدام آخر ومنثبت الكرتون الورقة بهيدا الشكل. بنجيب هاي الشقفة بنقص مستطيلين نضع عليهم جلو ومنثبتهم من الأسفل بهيدا الشكل. نفس الطريقة من الجهة الأخرى رح نثبت
لاحظوا انا بينت طرفين اصفر من الجهتين، رح نتني الزوائد من اللوحة للخلف. هيك انا بكون عم متنها، عم ثبتها بشكل اقوى يعني، مشان ما تفلت معي بكون انا عم ثبتها. الان رح نجيب الدوائر اللي نحنا فصلناهم، قلنا اربع دوائر صغيرة، دائرتين سوداء كبار ودائرتين وسط باللون الابيض. اضع اولا الدائرة السوداء الكبيرة، والدائرة الثانية حدها. نأتي بالدائرة البيضاء نضعها بالوسط، الدائرة السوداء أيضا بالوسط، ودائرتين هنحطهم بأسفل السلبات تاعته للمينيون. هلا رح نجيب الكرتونة السوداء، أنا تنيتها على شكل مستطيل، تنيته على شكل صار عندي شكل مربع. رح ارسم كف خط مائل ونصف شكل بيضاوي. انا عم برسم الكف، انا حارسمه هلا على ورقه لتبين عليكم كيف بينرسم، لانه على الاسود ما عم بتكون واضحه. رح نرسم خط مائل، خط منحني، كمان هون خط منحني او نصف شكل بيضاوي، ورح نرسم البوتس تبعه اللي هو عبارة عن، حيكون عن خط أفقي، خط عمودي صغير ونصف شكل بيضاوي. أنا هلأ حأرسمهم هون. ورح نقصهم. هاي صار عندي كفين والبوتس تبعوله كمان، لحتى ما نرسم ويطلعوا كل واحد قياس مختلف نتني الورقة وبنرسم ونقص على الكرتونتين سوا. هيدا بيضمن لي انه انا عم طبق بشكل متوازي. هنقص الاطراف الزائدة معنا ونقص شوي من بنطال المينيوم. الورقة الصفراء رح نقص يدي المينيم ورجلو. رح نحط على الطرف هذا الشكل، وهيدا الشكل.
هلا الجلو من الطرف الآخر ومنثبته من الخلف. الجلو من الطرف الآخر ومنثبته من الخلف. هون حنعمل المينيون رافع ايده. هلا الحذاء رح نكبره شوي رح نحط جلو على الجهة المستطيلة ونثبته. الجلو على الجهة المستطيلة ومنثبته. الخطوة الأخيرة للمينيم تبعي هو تفاصيل لبسه والنظارات تبعوله. هاي مستطيل، مستطيل آخر، بدنا نحطهم بأطراف النظارة تاعته للمينيون. جيب الجلو نقص الزائد منه. التفاصيل النهائية للمينيون بقلم الأسود رح أعمل نقاط لتبين أنه في درزة للباسه، داير من دار اللباس رح اعمل نقاط صغيرة الجهة الثانية. هون رح اعمل الجيبة تاعته واكمل بطرف اللباس. والخطوة الاخيرة فم المينيون والانف. هيك صار عندي المينيون جاهز. هلا منجيب الورقة من بعد ما ثبتت منيح اللي نحنا قصيناها بأول الفيديو، قلنا السما والأخضر. المينيون من الخلف رح نوضع الجلو عليه. ومنثبته على الكرتونة الورقة عندي. وهيك أنا أنهيت مشروعي لليوم. فيديو كتير حلو، فكرة بدها بتاخد شوية وقت بس نتيجتها بتطلع بالنهاية كتير حلوة. بنصحكم تجربوها. وإلى لقاء آخر بفيديو جديد من فيديوهات رفروف آرت تشانل. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب إذا عم بيعجبوكم فيديوهاتنا. باي.